تعالي نروح بسرعة لمحمود جميل اللي هو موجود دلوقتي في الإدارة العامة للمرور عشان نعرف منه يعني أحوال المرور والسيولة المرورية، لأن دلوقتي يعني خلاص احنا بنتكلم الساعة تقريبا 9 إلا تلت، الناس بدأت تنزل شغلها، فعاوزين نعرف من محمود بقى. صباح الخير يا محمود الأول، ومبروك لمصر، وعاوزين نعرف يعني أحوال الطرق إيه. صباح الخير عليك يا أحمد، وصباح الخير عليك يا بسنت. بصبح على كل مشاهدي ومتابعي برنامج صباح الخير يا مصر في كل مكان، بصبح على حضراتكم من الإدارة العامة للمرور. بنتابع في فقرتنا المرورية المعتادة في برنامج صباح الخير يا مصر عن حالة الطرق والشوارع الرئيسية في القاهرة والجيزة. هنكون معاكم النهاردة، هنتابع طبعا الحالة المرورية على أغلب المحاور والطرق الرئيسية، لكن حابين إن احنا ننوه إنه في بعض الأمطار الخفيفة اللي بدأت يعني تتساقط على خاصة المنطقة الغربية زي مطروح وبعض المناطق التانية زي دمنهور وطنطا، طبقا لمتابعة رجال المرور في الإدارة العامة للمرور. فطبعا يعني يجب على السادة المواطنين التزام السرعات المرورية المحددة، وطبعا أن يكون في بطء في مناطق تجمع المياه، لكن هذه الأمطار خفيفة وغير مؤثرة على الحركة المرورية. لكن هنتابع مع حضراتكم دلوقتي أخبار بقى المحاور والطرق الرئيسية، وهنبدأ بالسادة المواطنين اللي هم حابين يتوجهوا إلى مدينة 6 أكتوبر. أول طريق هيكون معانا هو طريق المحور. لو هنتكلم عن المحور الأول هنتكلم على منطقة أعلى السودان، محور 26 يوليو أعلى السودان، هيكون في سيولة مرورية بالنسبة للاتجاه المتجه إلى مدينة 6 أكتوبر، هيكون في سيولة مرورية. بعض الكثافات الخفيفة الغير مؤثرة طبعا عند منزل السودان والقادم إلى أو المتجه إلى كوبري 15 مايو، بعض الكثافات الخفيفة الغير مؤثرة على الحركة المرورية. بالنسبة للمتجه إلى محور 26 يوليو ومدينة 6 أكتوبر بنقطة أقرب مرة أخرى، هيكون في تحديدا ميدان لبنان، ميدان لبنان هيكون في بعض الكثافات في هذا الاتجاه هو القادم من مدينة 6 أكتوبر ومتجه إلى مناطق الجيزة وكوبري 15 مايو، ولكن نظرا إلى أن هذه المنطقة فيها بعض يعني الأعمال أو يعني مناطق ضيقة، فبيكون في طبعا بعض الكثافات في هذا الاتجاه. أما الاتجاه المتجه إلى مدينة 6 أكتوبر هيكون في سيولة مرورية موجودة في هذا الاتجاه تحديدا. المتجه الى مدينة 6 اكتوبر على المحور ايضا مدخل الشيخ زايد هيكون فيه طبعا سيولة مرورية موجودة، وسواء اللي هيكمل على مدينة 6 اكتوبر او القادم من 6 اكتوبر ومتجه ناحية المحور وميدان لبنان هيكون فيه سيولة مرورية تامة. بالانتقال من مدينة 6 أكتوبر هننتقل إلى المريوطية، طريق المريوطية زي ما حضراتكم شايفين هيكون في سيولة مرورية موجودة، سواء المتجه إلى الزراعي ومحور صفت أو اللي هيكون متجه إلى منزل المريوطية هيكون في سيولة مرورية تامة، وأيضا الاتجاه الآخر المتجه إلى مدينة 6 أكتوبر. من طريق المريوطية هننتقل إلى طريق الوحات، بالنسبة لطريق الوحات طبعا هيكون متجه إلى مدينة 6 أكتوبر أو نزلة ميدان الرماية أو هيكون متجه إلى نزلة الصحراوي، فهيكون في سيولة مرورية في هذا الاتجاه. أيضا القادم من طريق الواحات ومتجه إلى الجيزة ومناطق جامعة القاهرة هيكون أيضا في سيولة مرورية تامة على هذا الاتجاه. من طريق الواحات هننتقل إلى أعلى القوس الغربي وتحديدا محور رود الفرج، هيكون في سيولة مرورية بالنسبة للمتجه إلى محور رود الفرج، وهنا بيكون طبعا في سهولة للوصول إلى طريق اسكندرية الصحراوي من خلال هذا الطريق، وأيضا القادم من محور رود الفرج ومتجه إلى مدينة 6 أكتوبر هيكون أيضا في سيولة مرورية تامة. هننتقل من أعلى القوس الغربي هننتقل إلى منزل الصعيد، منزل الصعيد وتحديدا في منطقة المنيب هيكون في بعض الكثافات في هذا الاتجاه المتجه إلى المعادي والقاهرة الجديدة، نظرا طبعا لأعمال التوسعات اللي موجودة على الطريق الدائري. أما الاتجاه الآخر القادم من المعادي والتجمع ومتجه إلى البحر الأعظم أو متجه إلى المنيب هيكون في سيولة مرورية تامة.
ايضا بالنسبه لمنزل المريوطيه اللي هيتجه الى منزل المريوطيه من طريق الواحات، هننتقل الى منزل المريوطيه هيكون في سيوله مروريه، ودايما ده الطريق اللي بيكون مفضل للقادم من مدينه 6 اكتوبر ومتجه الى المعادي والتجمع، فبيتم الاتجاه نحو منزل المريوطيه، وايضا القادم من المعادي والتجمع والبحر الاعظم والمنيب ومتجه الى مدينه 6 اكتوبر هيكون ايضا ده افضل طريق ليه بالنسبه للدائري. هننتقل من منزل المريوطية إلى البحر الأعظم. البحر الأعظم زي ما حضراتكم شايفين هيكون في سيولة مرورية تقريبا في كل الاتجاهات، سواء الاتجاه المتجه إلى المريوطية أو الاتجاه الآخر المتجه إلى التجمع والمعادي. وبالنسبة للقادم من التجمع والمعادي وهينزل منزل البحر الأعظم فهيكون أيضا في سيولة مرورية تامة، ومطلع البحر الأعظم من المنيب أيضا هيكون في سيولة مرورية موجودة في هذا الاتجاه. فإذا يعني منطقة المنيب بنشهد فيها سيولة مرورية تامة. هننتقل من البحر الأعظم إلى منطقة الأوتوستراد. منطقة الأوتوستراد هيكون في سيولة مرورية في جميع الاتجاهات، سواء المتجه إلى صقر قريش والجيزة أو القادم ومتجه إلى المعادي والتجمع الخامس. فإذا بنشهد سيولة مرورية موجودة في أغلب المحاور والطرق الرئيسية، باستثناء طبعا بعض الأعمال التوسعية اللي موجودة على الطريق الدائري زي منزل الصعيد بيكون في بعض الكثافات. اللي هيتجه لمدينة 6 أكتوبر من ناحية محور 26 يوليو هيكون في سيولة مرورية، وأيضا منزل المريوطية اللي هيتجه إلى التجمع أو المعادي أو البحر الأعظم. زي ما قلنا الأمطار الخفيفة اللي موجودة غير مؤثرة على الحركة المرورية، لكن طبعا يعني تحسبا لسقوط أي أمطار غزيرة أو متوسطة في الفترة القادمة فيجب الالتزام بالسرعات المرورية طبعا والتأثير في الحارات المخصصة. دي كانت الحالة المرورية من داخل الإدارة العامة للمرور. بشكركم على حسن المتابعة، برجع لكم في الاستوديو مره ثانيه احمد وبسنت. شكرا ليك يا محمود، بنتمنى نكون قدمنا لحضراتكم يعني تفصيل كده عن الحاله المروريه، وانتم رايحين شغلكم تقدروا تبقوا عارفين الشوارع عامله ايه، فين الكثافات، فين السيوله، ان شاء الله توصلوا بسرعه. انا ببسط دايما من محمود، يعني ما شاء الله اللهم على حسد، دايما طول ما هو موجود في الاداره العامه للمرور بشوف الطرق وراه في سيوله مروريه ببقى عاوز اروح دلوقتي يعني. فشكرا يا محمود مره ثانيه، ومشاهدينا دلوقتي نطلع فاصل ونرجع ونكمل معاكم الكلام في صباح الخير يا مصر.